سلام كبودات ديالي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. المهم الفيديو اليوم عباره على غادي ندير الشفره ديال الحلاقه. فكاين بزاف اللي كيتخوفوا من زعما باش تحسن هكا وجهها تقول ويلي هذا تاع. انا من النوع اللي ما كنتش كاع كنقيس يعني وجهي، ما عمري حيدته، انا ما كنحيدوش لانه اصلا ما كينوضش ليا بزاف، كينوض داك الزغب هكا يا خفيف. وقلت اليوم خليت اصلا حجباني وهذا، فقلت انا اليوم غنديرها نشاركها معكم. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واللي اول مره غادي يشوف وجهي يدير الاشتراك ولايك وكومونتير اكيد. وغادي نخليكم هنايا الانستغرام ديالي، اللي بغاني يدخل عندي بغى يصيفط لي شي ميساج ولا يسولني على شي حاجه مرحبا. وندوزو الطريقه الشفره هكايا شعري باش نعرف ان هذا. المهم كاين بزاف اللي كيتخوفوا من الشفره ديال الحلاقه، تيقول لك ويلي لا تدي لي شي تهيج ولا شي حاجه. المهم اللي ما غادي نهضروا على المميزات ديالها وعلى السلبيات ديالها. بالنسبه للشفره هي صراحه احسن من السويت واحسن من الفتله اللي هو الخيط، لانه شحال من وحده كدير الخيط كينوض لها من بعد الحبوب، اولا كدير لاستيغ ديك لاستيغ. علاش لاستيغ خايبه؟ لانه كترهل البشره ديالنا من بعد، يعني من بعد تبقى ديري كل ساعه كتبقى ديري لاسير لاسير لاسير، راه كترهل البشره ديالك كتحسي بها هكا ترهلات وهبطات. المميزات ديال الشفره اللي هي هذه، ها هي راه كنلقاوها عند اللي كيبيع من الماكياج لوازم ديال هادشي ديال البنات وداك الشيء. رخيصه بزاف ما غالياش، المهم راه فيها انواع كثيره. المهم كناخذوا منها غير واحد موس واحد ونعقموه مزيان، كيكون تنكونوا ديجا معقمينها مزيان، وسهله في زعما سهله في الاستعمال. والمميزات ديالها انها كتحيد الشعر او ميم طون كتحيد ديك الخلايا ديال الجسم اللي كتكون في الجسم، كتحيد معاه داك الخلايا. انا باش عجبتني انها كتنظف مزيان، يعني كتحيد لك كاع داك الخلايا اللي كاينين في الجسم وداك الشيء. كما قلت لكم كتحيد كاع دوك الخلايا اللي تيكونوا في الـ في الـ في لابو ديالنا. واللي العواقب اللي عندها الحبوب كنصحها ما ديرهاش، لانه لابو خاصها تكون ما فيها حتى شي حاجه، يعني تكون هكا ما فيها والو. اللي عندهم هكايا داك الزغب زعيعر كيحيدوها، اللي عندهم زغب بزاف جربها دير غير تيست، لانه راه بحال قلتي كتهرس الزغبه، فهمتوا؟ يعني الا دابا ملي كيكون داك الزغب خشين اولا هاد، حيت كاين اللي كيبان عنده الزغب، فانت غادي تشوفي واش تعجبك ولا ما غاديش تعجبك. مهم مهم هي احسن بزاف بزاف من لا الخيط لا لاسير. بعدا ما كتحسيش بها، يعني دغيا دغيا تك تك ودغيا كتسالي، يعني في 5 دقائق ولا لا المهم دغيا كتلقاي راسك انك مساليه، ماشي بحال الخيط كتبقاي هذا وكيتحيد لك الزغب هكايا ومن بعد كيولي تهيج. لا بالعكس، هذه صراحه واعره، وكنصحكم بها. وشوفوا معايا الطريقه كيفاش انا غادي نستعملها. ملي كنديروها ما هي من بعد ملي كديرها ما كتنوض لا حبوب لا حتى شي حاجه، هادو هما المميزات ديالها. وما كت ما كت ما كتكثرش الشعر، هي ما كتكثرش الشعر، يعني نفس الشعر اللي كينوض لك هو اللي تينوض لك. المهم ملي نبغيو نديرو الشفره نكونوا غاسلين اكيد وجهنا مزيان مزيان مزيان، منظفينو ومنشفينو. وغادي نجيبو اي حاجه، اي كريم عندكم. انا غادي ندير غير الارغان اويل، زيت ديال الارغان، غندهن بها كوجهي باش تعاونني باش ما يكونش الجلد ناشف، باش ما تعاونش باش ما تجرحش معانا. كنشد هنايا كندير هنايا بعجباني لان غنديرهم، ونتاكد انه البشره ديالي كلها مرطبه بهاد الزيت باش تعاونني الفتله. الو غنشدو الفتله بحال هكذا بلوتو هادي سميتها، غنشدوها وغادي نمشيو على حساب النمو ديال الزغب، يعني في زغبها نايض بحال هكا غادي نحيدو بحال هكا، يعني الوجه كامل على حساب النمو اللي غادي فيه الشعر بحال هكا. نتوما شفتو
انتما شوفوا الفرق، غيبان لكم الفرق ما بين حجبانيه وهذا. عطيك كاع دوك الخلايا وداك الشيء كله كيمشي، يعني كتبقاو كيف ما وريتكم في الفيديو بحال هكا، كتبقاو تحطوا هكا كلشي بحال هكا صافي. من بعد كديروا اي تونر ولا غير ترشوا ما ورد. المهم انا ديما كندير هادو في الثلج ديال ليبتون باش نسدو، ضروري نسدو المسامات، اولا تجيبوا ثلج وديروا بحال هكا وصافي وتسدو به مزيان المسامات كاملين باش ما يوقع لا تهيوج لا شي حاجه في البشره ولا بحال هكا. المهم غسلت البشره ديالي مزيان، واخا انا بترتي واخا كنكره هاد الايام تعبانه، راه تشوفوها شويه مشكل صافي. من بعد كتجيبوا اي مرطب عندكم، اي مرطب كتستعملوا. المهم انا كنستعمل هذا ستيفز، غزال بزاف زوين بزاف البشره من الكولاجين صافي. حيت ضروري من هاد الخطوات باش كتريحوا البشره ديالكم. كديروا هذا المرطب هذا صافي كتكون صافي لابو كيكون. المهم حنا هضرنا على المميزات وهضرنا على السلبيات، وبامكانكم انه فيما تشوفوا الشعر نايت ديروها شهر شهرين على حسب كل وحده والنمو ديال الشعر ديالها كيفاش كينمو. نتمنى الفيديو يكون هكا يا خفيف ظريف على قلوبكم ويعجبكم، وما تنساونيش ملي كومونتيو واخا بنتي قاسه كتبغوا ليكم. نتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم ويعجبكم، وما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير كنحماق عليكم، وشكرا بزاف على لي كومونتير الغزاله الزوينه ديالكم. الى فيديو جاي ان شاء الله.